غادر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة البلاد بعد مشاركته في أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها مملكة البحرين على مدى يومين وكان في مقدمة مودع سموه رئيس بعثة الشرف سمو الشيخ علي بن خليفة بن سلمان آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وعميد السلك الدبلوماسي سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين